أول رحلة يعني أول طائرة تحط بمطار الجزائر الدولي في تحمل على متنها 241 حاج، وهي أول طائرة وجاوا في كلهم سالمين غانمين إن شاء الله. الحاجة الأولى الحمد لله على نعمة الإسلام، اليوم العظيم اللي لمنا في عرفة، ما كانش دين يلمنا كما الدين هذا يوم عرفة. ما شاء الله تبارك الرحمن، حج ما شاء الله، دعينا البلاد، دعينا لخوتنا الأمة الإسلامية. إما نسك ما شاء الله قاموا بنا وروعة، خير من السنين اللي فاتوا ما شاء الله. الديسبوزيتيف كاع واقف مع الحجاج وغلي كبير وتودر، هذيك حاجة واحدة أخرى. والله الحمد لله الذي وفقنا لأداء مناسك الحج، والحمد لله يعني الأمور فاتت على أحسن ما يرام. إن شاء الله نتمنى من المولى عز وجل القبول إن شاء الله. التعب كي لهمينا سيتي ان فيريتابل كاتاستروف، بصح مين يخمم كيفاش جوزها الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة ولا يقول لديناها سهلة تما ياه بلاش قامة وحج. نشكروا الرئيس نتاعنا كيما البعثاء دارت لي عليها، ولكن الله غالب، الغاشي بزاف تاع واش شحال بعته شحال من العدد نتاعها ما تقد تكفي. والحمد لله احنا غادي ندوا لجرحنا ولا بدا واحد يتعب. وتحيه للجزائر والسلام عليكم. مليح الحراره برك، حراره كثيره والباقي عديناه على احسن ما يرام. هايل هايل هايل، البعثه حمايه كلش مليح، الجزائر مليحه. الاولى اللي نقولوها الحمد لله يا ربي اللي وصلنا لبلادنا على خير، ونتمنوا لبلادنا الخير والازدهار ان شاء الله. وفوتنا المناسك تعرف شويه تعب شويه، بصح الحمد لله فاتوا على خير. رحنا حجينا وكتبنا ربي والحمد لله، وحجينا بخير على خير، وان شاء الله ربي يحفظكم يحفظ وليداتنا ويحفظ بلادنا. الحمد لله، الله ما شاء الله، ربي يتقبل ان شاء الله. ما شاء الله، الله غير في نعمه، الحمد لله، ربي يتقبل ان شاء الله. والعقوبه الله يرحم المؤمن، عقوبه كاع الناس ان شاء الله. حتى مقبوله ان شاء الله لكامل الحجاج. والعقوبة الكامل اللي مازالوا ان شاء الله. الحمد لله كانت الاجواء ما شاء الله، يعني حمايه كانوا قايمين الحمد لله، ويعني ادينا المناسك ما شاء الله، هذه هي والعاقبه ان شاء الله اللي مازالوا.